طول عمر الدراما، لأن المفروض بتأثر في أي مجتمع من المجتمعات. الدراما من خلال الأعمال اللي بتقدمها بيبقى فيه ال- 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 التوجيه أو التحذير، بس علشان هي دراما فبيبقى بشكل غير مباشر، إنما لو بشكل مباشر ده إعلان. ولذلك بنقول هنا خطورة العمل الدرامي، إنه إزاي أنا لما أحب أطرح قضية أطرحها بوعي، بدءا من الكتابة ثم التنفيذ. ولذلك لو الـ 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 القائمين عن العمل الدرامي ما هماش واعيين لخطورة القضية اللي بيقدموها، ممكن بحسن نية يطرحوا القضية إنما تجيب أثر عكسي، زي ما حصل في بعض الأعمال القليلة اللي أضرت ما أفادتش، لأن تم التركيز فيها على كيفية التناول والضحك والهزار اللي أدى في النهاية إلى أنه الناس بقت يعني شباب مراهقين عايزين يجربوا ويشوفوا الحاجة اللذيذة دي اللي بتضحك. لا، إنما إزاي إن أنا أخوف وبين الأثار المفجعة والصعبة للي هيمشي في هذا الاتجاه، ومدى الأضرار اللي هتعود عليه سواء على أسرته أو على المجتمع، وبالتالي مش هيعمل كده. إنما ما حطش المشهيات أو البهارات علشان أنا أبقى ناجح تجاريا. النجاح التجاري حاجة، والنجاح لتوصيل القيمة أو الهدف اللي عايز أوصله هو ده الأصعب، من خلال عمل مدروس بشكل كويس، بدءا من التأليف ثم الإخراج والتنفيذ ثم أداء الفنانين المسؤولين. القيمة المجتمعية لا تتعارض مع العمل التجاري هنا في الحتة ديت، يعني يجب أن الاثنين يكونوا شغالين في حتة واحدة. طبعا، لأن هو ما هو أنت لما بتعمل عمل ونفسك أنك يشوفه أكبر عدد من المشاهدين، إذا أنت دي جماهيرية يعني تجارية، إنما في نفس الوقت إزاي أنا أعمل القيمة التجارية أو النجاح التجاري وفي نفس الوقت ما يهربش مني الهدف اللي أنا عايز أوصله. لأن من أخطر المسؤولين في أي مجتمع هم المسؤولين عن الدراما أو مقدمي الفنون بشكل عام، لأن الناس بتحبهم وبتقلدهم، وأسرع وسيلة لتوصيل المعلومة اللي أنت عايز توصلها. أنا شايف إن النهاردة المؤتمر ده كان مهم جدا، وتوقيته هام للغاية، لأن فعلا من خلال الوثائق اللي محطوطة قدامنا والأرقام المهولة والمرعبة، أنا ترعبت لما عرفت كم تجارة المخدرات في مصر وكم الإدمان اللي في مصر وعدد المدمنين، شيء مرعب ومحتاج وقفة، ومحتاج ان احنا كصناع دراما، لان الدراما مؤثرة جدا في المجتمع، ولدرجة ان هو بتعمل صورة مصر. يعني انا عايز اقولك ان احنا اصبح شكلنا برا شكل وحش من خلال الافلام السينمائية الاخيرة اللي عمالة تقدم لنا صورة الحارة على انها بلطجي وعلى انها واحد ماسك سنجة واحد ماسك تعبان وكلها وناس بتقتل في بعض. بالظبط. فده تأثير سلبي رهيب جدا على السياحة. بالضبط. يعني ونشوف ده مثلا في المسلسلات التركي، نشوف ده في دلوقتي المسلسلات الهندي بتتصدر لينا. فاحنا عندنا أزمة كبيرة جدا لازم نعالجها، ولازم ان احنا نشوف قضايا مجتمعنا وننظر لمجتمعنا بعين فيها ضمير. الكاتب لازم ان هو يعني يشغل، قبل ما يشغل ايده في الكتابة لازم يشغل فكره، وفكره هو الضمير، ان هو يبقى رقيب على نفسه. مش محتاجين الرقابة بقدر ما محتاج ان كل واحد يبقى هو رقيب على نفسه، رقيب وامين قدام ربنا على انه هيتحاسب على كل كلمة بيكتبها. رأي حضرتك الخطوات التنفيذية على ارض الواقع بعد اطلاق يعني الخطة الوطنية اليوم موافقة الدراما، وخاصة بعد رصد بعض التجاوزات في رمضان 2014، يعني دوركم هيبقى ازاي في المجتمع؟ الوثيقة اللي هنمضي عليها ديت هتبقى ملزمة بالنسبة لنا ككتاب دراما وكصناع دراما، ولازم المخرجين يمضوا عليها، لأن المخرجين برضو لهم عامل كبير جدا في أن بيبقى في بعض المشاهد ما بيبقاش أنا كاتب، مثلا المؤلف ما بيبقاش كاتب أن البطل ماسك سيجارة، فيجي وهو أثناء التصوير المخرج يقول له ماسك سيجارة، أو البطل نفسه يبقى حابب أنه يطلع ماسك سيجارة أو بتاع، فطبعا ده يبقى شكله وحش. فلازم يبقى في توقيع على الميثاق ده أو على الوثيقة ديت، هيبقى ملزمة إلى حد كبير جدا بالنسبة لنا. وماذا عن الأصوات اللي بتنادي يعني عدم تدخل الحكومة لأن ده حرية
حضرتك من مجال العمل وفي مطبخ العمل ترد تقول لا؟ انا ارد اقول ان حرية الابداع بما لا يفسد المجتمع، احنا لازم نبقى مع المجتمع بما لا تضر. بالظبط، ان انت حر ما لم تضر، فانت حريتك تتوقف عند الضرر بالاخرين. انت بتضر بالاخرين لما اقدم صوره طيبه، يعني لما اعمل عمل في واحد بيلجا الى الادمان وبيبقى شيء جميل جدا وبيبقى سعيد في حياته، والصبح بيدمن وبالليل سهران ومبسوط وفي شغله ناجح، طب ما انا بادعو الناس كلها ان هي تروح تعمل كده. فلازم ان انا يبقى عندي ضمير تجاه المجتمع ده، ان انا اقدم الاعمال بتاعتي فيها نوع من التوعيه، لان زي ما بقول لك كده ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على كل كلمه احنا بنكتبها. ايه الرساله اللي بنقدمها؟ ان لازم كلنا نتضافر جهودنا في ان خفض الاعداد المهوله بتاعه المدمنين، ان احنا نديهم امل في العلاج، ان احنا ما نبقاش برضو ندي صوره قاتمه للنهايه بتاعه كل مدمن، لا احنا نديله امل ان هو لو اتعالج ممكن يعود مره اخرى كشخص رشيد. وزي انا وجهه نظري ان الفن هو اللي حارب الارهاب في الثمانينات والتسعينات، وهو اللي هيقدر يحارب الارهاب في الوقت الراهن، وهو هيقدر يحارب فكرة المخدرات وفكرة التأثير المخدرات. هو ده شيء مهم جدا، ويعني أنا عايز أقول إنه إحنا في البيوت ما بنربيش الأولاد لوحدنا، التلفزيون بيشترك معنا في تربيتهم، زي ما النادي بيتدخل وزي ما عصبة اللاعب زي ما بيسموها في علم النفس أو الأصدقاء بتتدخل، المناخ العام في البلد بيتدخل. فإحنا عايزين على الأقل من الجانب الفني إن إحنا نبقى بنبني ما بنهدش، ما يبقاش مثلا صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية وجهات كتير جدا بتحارب المخدرات وإحنا نعمل لها دعاية. ما ينفعش ناس بتبني في حتة وإحنا نهدها، لازم كلنا نبقى منظومة واحدة ونساعد بعض على إننا رغم إن إحنا مفروض نسلي المواطن وإن هو يضيع معنا وقت حلو، لكن ما يضيعش الوقت ده من غير ما يستفيد منه، من غير ما نبني شخصيته، من غير ما نساعده إن هو يتوجه للحق والخير والجمال، ما يتوجهش لإبليس الرجيم وقبيله. ده اللي إحنا بنحاول نقوله، وبنطلب إنه الفنانين يعملوا ده طواعية، يعني ما هواش قانون غصب أو قهر علشان الفنان يحس إن هو حريته انتقصت، لأن الحرية دي هي الرئة اللي بيتنفس منها الإنسان. أضيف على ده بقى أن الفنان بيحتاج حرية أكبر بقى، يعني دايما بنقول أن الفن حرية. طيب إحنا عايزين يبقى حر، لكن كمان الحرية المسؤولة. بس شكرا جدا لحضرتك. أهلا. هو ده شيء مهم جدا، ويعني انا عايز اقول انه احنا في البيوت ما بنربيش الاولاد لوحدنا، التلفزيون بيشترك معنا في تربيتهم، زي ما النادي بيتدخل وزي ما عصبة اللاعب زي ما بيسموها في علم النفس او الاصدقاء بتتدخل، المناخ العام في البلد بيتدخل. فاحنا عايزين على الاقل من الجانب الفني. دكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات. والله المؤتمر النهارده بيناقش مشكله من اهم المشاكل، وهي مشكله المخدرات وخفض الطلب على الماده المخدره، عن طريق توعيه الناس بخطوره المخدرات وعن طريق التعامل مع الاجهزه المعنيه بخفض الطلب على الماده المخدره. الهدف من المؤتمر ان احنا نقول للناس المخدرات خطر عليكم، ونعرف الناس ان المخدرات خطر على المجتمع، ونحاول نقول للناس اللي بيشاركوا في صنع القرار والناس اللي بيأثروا على الناس عن طريق كتاب الدراما والقنوات التلفزيونية، نقول لهم خلي بالكم مكافحة المخدرات واجب علينا كلنا لانها تحرقنا جميعا. المخدرات لن تخرجك من مشكلة، المخدرات لن تجعلك تدخل في عالم من النشوة والسعادة، المخدرات لن تحل مشاكل المجتمع، المخدرات وحش كاسر يهدد الشباب المصري. العفو. اسمي عمرو محمد رمضان حسن، رئيس صيدلة جامعة اسكندرية، متطوع في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي. احنا اشتغلت مع الصندوق من حوالي سنتين كده في عدة ورش عمل، يعني كده بنشتغل في الصندوق على ثلاث محاور، واول محور بنشتغل عليه فكره الوقايه العلاجيه، نزلنا مدارس ابتدائي وثانوي واعدادي
شباب جامعه وكده، احنا بنعمل ورش عمل على كيفيه الناس ان هم يواجهوا مشاكلهم، يكون عندهم اداره مشاعر، اداره الافكار اللي حواليهم، ازاي يعرفوا يحلوا المشاكل اللي حواليهم، ازاي يسيطروا على مشاعرهم لما يحصل لهم صدمات وكده، ما يلجاوش للمخدرات. كنا بنقتل لهم الافكار المنتشره جدا عن المخدرات اللي هي بتسبب السعاده وبتحل المشكلات او الحاجات دي. الحاجه الثانيه كنا بنشارك في العلاج، اللي احنا كنا بنروح للاوريدي ناس مدمنين في المستشفيات وبنساعدهم وبنقنعهم ان هم يستمروا ببرامج العلاج وما يقاسوش وما يرجعوش لبرامج الانتكاسه. المحور ده كنا بنشتغل عليه هو محور التاهيل، بمعنى كان بنتفق مع رجال اعمال وكده على ريكروتمنت جوب ريكروتمنت فير، او ازاي ان هم يحصل توظيف للشباب دي، وازاي ان هم يرجعوا يكونوا جزء من المجتمع ده وما يكونوش بس حاسين ان هم منعزلين عن المجتمع ده او هم مش افراد مشاركين فيه. شكرا.